اهلا وسهلا بيكم، صباح الخير. عاملين ايه النهارده في الجو الشتاء الجميل دوت؟ هي مطره بس الجو حلو الحمد لله ونقي نظيف يعني. فكل سنه طيبين طبعا بنزله المطره، يا رب كده تبقى سنه سعيده وكلها خير يا رب ان شاء الله علينا جميعا. النهارده هنعمل اكل، المفروض نعمل عدس بس ما عندناش عدس النهارده. النهارده هنعمل بانيه، حاجات كده عندنا في الثلاجه محدش قادر ينزل يشتري حاجه. فهنطلع كيس بانيه ونعمله النهارده، او صدرين فراخ ونقطعهم ونعملهم بانيه. هيتعملوا ازاي؟ عندي بانيه او صدور فراخ مقطعه رفيع، بقسماط وبيض، ده الحاجه الاخراريه. التتبيله اللي هتبلها بيها، هتبل صدور الفراخ بعصير الليمون، هخليها حاره شويه او مشطشطه شويه، طبعا الشطه بتدي طاقه خلي بالكم حلوه قوي يعني. فهنحط لها شويه هريسه شطه، معلقه على نص كيلو، معلقه كبيره تدي مش هتشطه شويه، صغيرين يعني معقول، انما عايزه تزودي شويه زودي، مش عايزه خالص بلاش يعني، حاسه مش عايزه تبقى حراقه ما تحطيش هريسه شطه. ملح وفلفل، ثوم، بصل باودر، ثوم باودر وبصل باودر، كاري وكركم وبابريكا. دي تتبيله كده بعملها الخلطه دي. مثلا احنا بنستعمل بانيه كتير، بجيب علبه واروح حاطه فيها توب باودر، بصل باودر وكاري وكركم وبابريكا وملح وفلفل. دي بقى تبقى خلطه عندي على طول كده من غير الهريسه ومن غير الليمون. الخلطه دي انا بعملها في علبه واخليها تبقى جاهزه اما احب اتبل بانيه على طول، بروح او ممكن احط شويه كفته، ممكن اخد منها معلقه برده واروح، بس هي الاغلبيه تبقى للبانيه. او لو الفراخ المشويه واحط لها بصله مبشوره واحط لها معاها كميه من التوابل دي، دي على بعضها حلوه جدا جدا لو تعملي منها علبه وتبقى عندك جاهزه جاهزه لاي تتبيل بانيه او فراخ مشويه او كفته او اي حاجه ممكن ان انا احب فيها البهارات دي، اللي هي ايه؟ كاري، كركم، معلقه بصل باودر. مش عايزه اقول لك معلقه بقى، ان جايبه معلقه للنص كيلو، انما انت لا، انت ممكن تعملي علبه كبيره وتخليها جاهزه عندك كده. ملح وفلفل، كاري وكركم، بصل باودر وتوم باودر وبابريكا، دي كلها توابل مغذيه جدا طبعا، يعني هي مغذيه اصلا خصوصا الكاري وكركم وبابريكا، الحاجات دي كلها مغذيه قوي وبتدي طعم حلو زي اطعم المحلات كده، دي اطعم مختلفه غير البصل المبشور احنا بنعمله بملح وفلفل ده المعتاد. طبعا ليه طعم وحلو جدا، بس التتبيله دي جديده حلوه قوي وتضيف لك للبانيه حاجه حلوه قوي. فهنيجي دلوقتي انا هتبل بيهم، وزي ما قلت لك كده عايز تعمليهم انت وتخليهم عندك في بطرمان كده تستعملي منهم، مش كتير، ما تعمليش حاجه كبيره، لا حاجه متوسطه تمام. فانا عندي البانيه بالشكل ده، بسم الله الرحمن الرحيم. بقطع رفيع، انت قطعتيه او اشتريتيه مقطع جاهز. هياخد نص ليمونه، دي حلو بقى بتمنع الزفاره وحلو قوي. وكمان مغذيه، الليمون على اي حاجه مغذي. حطيت كده ايه، نص ليمونه على نص كيلو البانيه. هجيب بقى هحط معلقه كبيره هريسه شطه، ده لو انا عايزه، مش عايزه ما تحطيش. اهو كاري معلقه كبيره بس مش مليانه قوي يعني، كركم، بابريكا، توم باودر، بصل باودر وملح والفلفل طبعا، دي بس معلقه ليه. تمليها كده، ملح وفلفل. يعني حاطه زيت على النار بس طبعا مش عايزاه يبقى سخنه قوي تمام كده. وروح مقلبه ده كله كده مع بعضه. معانا ام رمضان، اهلا وسهلا.
ازيك يا ست الكل؟ عامله ايه؟ ازي حضرتك؟ عامله ايه؟ الله يسلمك، كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه، ربنا يخليكي. انت عامله ايه؟ احنا في لي بقى وعيال احفاد عاوزين يكلموك. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. ودي يا حبيبي، حبيب رمضان معاك يا صلاه. ماشي، اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك عامل ايه؟ الحمد لله. الحمد لله، ايه اخبارك؟ الحمد لله. الحمد لله، تسمع كلام تيتا؟ بجد فعلا يعني؟ طيب برافو عليك، شكرا جدا ليكي يا حبيبي. مين تاني معايا؟ بصوا، بيضه بقى، بيضه او اتنين طبعا حسب الكميه. انا دايما باخد بيضه بيضه علشان ايه، ما بوظش بيض كتير. تخلص البيضه احط تاني، وشويه بقسماط برضو كده. طب تعالوا نعمل حاجة أوفر، هنحط البيضة على الكمية كلها كده، كده يبقى احنا وفرنا أكتر في البيض، مش هستهلك بيض كتير زي ما كل واحدة أقعد أغمسها في الإيه؟ في البيض. كده وفرت واحدة ووفرت بيضة، وفرت ان انا اقعد وقت كمان، ووفرت ان انا احط بيض كتير. معانا مين؟ مياد، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك، ازيك عامله ايه؟ تمام الحمد لله. الحمد لله تمام الحمد لله. الحمد لله. ليكي سؤال يا ميادة؟ لا انا بس بطمن على حضرتك، انت جميله قوي. انت اللي جميله يا حبيبتي، ربنا يخليكي. اخبار الجو عندكم ايه؟ الجو عادي، شمسة وحلوة والله، منورة الدنيا. الله يخليك، احنا عندنا بتمطر. الحمد لله والله. الله يخليك يا حبيبتي، اموريني امر لله. انا بس مامتي متوفية وانت علمتيني كل حاجة. ربنا الله يرحمها يا حبيبتي، الله يرحمها. الله يخليك يا حبيبتي، علمتني حاجات كتير قوي. الله يخليك يا روحي. طب انت مالكيش اي سؤال؟ طيب لا انت مش محتاجة مخلياني حاجة. ربنا يخليك، انت تسلمي، شكرا جدا ليكي. هنشوف كده الاخبار ايه، يعني يسخن شويه كمان، يعني مش هقدحه، بس ما يبقاش بارد كده عشان ما يشرب زيت شويه. استنى ما يسخن حبه كمان على ما اعمل كام واحده كده يكون ايه سخن. سهله، شفتوا بقى؟ ولا اي حاجه. يبقى انا عملت ايه؟ جبت البانيه عصرت عليه نص ليمونه، وبعدين عملت تتبيله من التوابل اللي هي توم باودر، بصل باودر، بابريكا، كاري وكركم، ملح وفلفل، بس كده. اتفقنا مع بعض ان احنا نعمل ايه؟ نحطها في بطرمان الحاجات دي، واما نيجي نعمل بانيه، احنا طبعا بنعمل بانيه كتير، نبقى نستعملها. معانا سلوى، اهلا وسهلا. الو، اهلو، اهلا وسهلا. ازيك يا مدام نجلة؟ الحمد لله، زي حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله كله تمام. الحمد لله. قولي حضرتك، بالنسبه للبروكلي، انا بحب البروكلي جدا بس مش بعرف اعمله، انا عارفه ان هو مفيد جدا. ممكن تقولي لي طريقه؟ بس لما بعمله بيبقى لونه اصفر، انا عايزاه يبقى الاخضر اللي بشوفه زي بتعمله في التلفزيون. بيصفر منك يعني؟ انت بتعمليه ايه؟ بتسلقيه ولا بتعمليه ايه؟ يعني سلقته مره ومره عملته على البخار. طيب حاضر. هو مش عارفه ازاي اصفر، بس هو يعني لا، هو بتفضل اخضر زي ما هو. وطبعا لو انت عايزه اي حاجه تفضل خضره بتحطي عليها سنه كربوناتو، سنه صغيره. لو انت مثلا هتسلقيه حطيه في ميه السلق بتاعته، وطبعا لما تيجي تسلقيه ما تحطيش ميه كتير، لازم تبقى الميه حبه صغيرين علشان الفايده اللي فيه ما تروحش في الميه. وبعدين حطي فيها شويه كربوناتو. طبعا احنا عملنا برضو حاجات، بس حاضر هنعمل. هو اليومين الجايين دول هيبقى البروكلي اسعاره كويسه، ما هياش غاليه، فهنستعمله في حاجات كتير ان شاء الله. شكرا جدا ليكي. يعني لا انا هوديك انت هنا بقى عشان كده عندي ايه، هترفع لي الضغط. عيني القهوه دي متضايق منها قوي. معقوله كده. معانا رأفت، اهلا وسهلا.
يا رأفت كلمنا تاني. نضغط عليها كده كويس. بص نحطها في زيت يعتبر زيت غزير بس مش قوي، يعني مش زي تحمير البطاطس، لا بيبقى النص اللي فوق باين شويه. خليها شويه تمسك نفسها. معانا ناديه، اهلا وسهلا. صباح الخير شيف نجلاء. يا صباح الفل، ازيك؟ الحمد لله كل سنه حضرتك طيب. وانت طيبه ربنا يخليك. انت ايه اخبارك؟ الحمد لله تمام ربنا يحفظك. الله يكرمك يا حبيبتي، اموريني. امر الله وحده. كنت بس اذنك عايزه طريقه اللازانيا. اللازانيا حاضر. حاجه تانية؟ شكرا ميرسي ليك. شكرا ليك يا حبيبتي، شكرا ليك. بس كده احنا مرة عملنا اللازانيا دي من اولها، من اول العجينة، عشان انا عارفة ان هي سعرها غالي قوي، فعملناها احنا بسعر بسيط جدا، بس يعني انا كتير بيبقوا ايه يعني مستصعبين العجين قوي، يعني يقول لك لا انا لسه بقى هعجن واقطع والكلام ده، مع ان هي ما فيهاش اي حاجة، سهلة جدا، وعجناها في منتهى السهولة وفردناها بالنشابة وقطعناها وسلقناها. إيه طبعا ده يعني هي سهلة بس مشوار شوية للي يحب يعني يعملها، انما بقى اللي عايز يعمل لازانيا من غير هيشتريها وهيعملها، احنا بنجيبها احنا ساعات بنعملها من غير ما نسلقها، لان السلق ده عايز احتياط عشان ما يلزقش في بعض، بتسلقي وبعدين تطلعي واحده واحده في ميه ساقعه علشان ما يلزقش في بعضه وتفرطيه بعيد عن بعضه. عايزه تستعمليه من غير ما تسلقيه لازم نعمل له بشاميل خفيف. البشاميل ده خفيف بيبقى عامل زي الايه يعني خفيف قوي، يعني عارفه انت مثلا بدل ما نحط على كوبايه، انا بعمل بشاميل على طول بيبقى كوبايه اللبن عليها معلقه دي كبيره، لا انا بعمل ثلاث كوبايات اللبن عليهم معلقتين، بخف معلقه خلاص بيبقى خفيف. ليه بقى؟ علشان اللازانيا تشرب من البشاميل وتطرى. وبعدين بنعمل ايه؟ بين كل طبقه لازانيا والثانيه شويه بشاميل، شويه لحمه وشويه بشاميل، شويه لحمه وشويه بشاميل، لحمه مفرومه معصجه وشويه بشاميل، فتبدا الوكوم كمان اللحمه فيها شويه صوص شويه، وفي الاخر خالص دي يبقى بشاميل. كل ده بقى تدخليه الفرن هتلاقيها راحت ايه مستويه معاكي من غير سلق ولا اي حاجه. ماشي اهو، بصوا بقى كده ريحه كمان ريحتها حلوه جدا، ريحه التتبيله دي اصلا مع بعضها حلوه قوي، تمام الريحه لوحدها حلوه، كمان بقى هريسة الشطه معاها بتزودها حلاوه بقى. معانا نبيله، اهلا وسهلا. صباح الخير. يا صباح الفل، ازيك؟ منوره الدنيا كلها. ربنا يخليكي بوجودكم والله يا حبيبتي. جميله قوي وبنحبك قوي. الله يكرمك يا رب. انا كل يوم بدخل يعني انا اكتر واحده صديقه البرنامج. يا اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا. ربنا يخليكي ويرفعك ويعليكي كمان وكمان. امين يا رب العالمين، احنا وانتوا يا رب، احنا وانتوا. محبه الناس كلها جوه قلوبهم يا رب. يا رب يا رب، ربنا يخليكي، تسلمي، متشكره جدا لذوقك، الله يخليكي. ليكي اي سؤال؟ لا بشكرك بس. ربنا يخليك، متشكره جدا لذوقك، شكرا مدام نبيله. معانا صفيه، اهلا وسهلا. السلام عليكم استاذه نجلاء. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازي حضرتك؟ ازي حضرتك يا استاذه نجلاء؟ الحمد لله، ازيك انت عامله ايه؟ بنحبوكي قوي والله يا استاذه نجلاء. ربنا يخليكي يا رب، تسلمي يا رب، ربنا يكرمك. منوره منوره، يعني مش عارفه اقول لك ايه ولا ايه والله العظيم. ده من ذوقك والله، ربنا يخليكي. انتوا عاملين ايه في اسكندريه؟ الحمد لله والله، كلنا بنسلموا عليك، كلنا بنحبوكي قوي يا الله يكرمك يا رب، متشكره جدا، الله يخليكي. منوره خالص، منوره والله العظيم، منوره الشاشه خالص. الله يكرمك، بوجودكم ربنا يخليكي يا رب، ربنا يخليكي. الله عليك، الله اكبر من كل حاجه وحشه منك. الله يكرمك، تسلمي يا حبيبتي. ليك اي سؤال طيب؟ لا والله انا بتصل بيك عشان اسال عليك واسمع صوتك الجميل ده. ربنا يخليكي، ده من ذوقك والله، وتحياتي على اسكندريه كلهم. متشكره جدا ليكي. يا ترى الجو عامل عندكم ايه في اسكندريه؟ بيمطر برضه زي حالاتنا هنا ولا ايه؟ تلاقي الجو عندهم ايه؟ مطره 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 بسبب البحر بقى، الواحد لما كان بيروح اسكندريه في شهر خمسه كده تلاقي المطره هناك ايه؟ احنا عندنا يبقى هنا صيف وهناك في مطره، بس الجو جميل جدا، يعني مطره بس الجو حلو.
يعني ممكن احنا عندنا نقطه لما تلاقي واحد عندهم تحفه هناك دلوقتي. انا كده صح، وانا بقول كده برضو. مين ده؟ لا يا راجل، مش هتقومكوا على بعض. من مين بقى قصدك؟ ان شاء الله. قول اللي انت عايزه. طيب انت شايف كده، انت تقومني وتخليني بعد كده تسكتني. مش عارفه والله العظيم. انت عالم ظلمه، هم الرجاله كلهم ظلمه اصلا. لا انت طيب، انت طيب. ويتكلموا معايا جوه، كل واحد مع ضد ومع ضد ومع، فمش عارفه راضي مين فيهم والله. انت معاهم ولا ايه؟ دفعوا لك كام؟ الله، ايه الكلمه الحلوه دي؟ بيقول انت زي اختي الصغيره، بس قوي بقى ان كلهم هنا اصغر مني كلهم. بس بيقول انت زي اختي الصغيره، بسطني جدا بصراحه، كنت مصدعه خلاص خفيت. بصوا كده اهي، عرفت خلاص. بس كل مجموعه بيضه واحده ازاي؟ عشان حطينا البيض على كل مجموعه النص كيلو دي كلها، فراحت ايه خلاص اغنيت ان انا اقعد كل شويه احط البيض. تمام؟ عايز ايه اطلع لك فتحه؟ لا خلي بالك، الغمقان ده من التوابل. يعني انا حاطه بابريكا وحاطه كاري، بيقولوا انا بحبها فاتحه شويه. فبص بص بص، هي غامقه قبل ما احطها ازاي؟ طب بص في الطبق هنا عشان بس ايه ما تزعلش. بص الطبق هنا هي غامقه ازاي قبل ما انا احطها؟ هي غامقه اهي. فيها هريسه شطه، فيها كاري وفيها كركم وفيها بابريكا. بابريكا شفت كان لونه عامل ازاي؟ فعشان كده هي بتديك لون غامق، لما هي لا هي مستويه كده حلوه قوي مظبوط. لو انت عايزها فاتحه بقى، ما تحطش بابريكا وما تحطش هريسه شطه، هتلاقيها بقى مصفره شويه من الكاري والكركم. عايزها بيضه خالص، لا كاري ولا كركم، ملح وفلفل بس، وريح نفسك بقى. بس هي كده، لا هي جميله جدا كده. اشتريت ايه وحش؟ ليه مالها؟ تطلع لا اهي اهي، هي دي عباره عن البابريكا، ده فلفل رومي احمر، فلفل رومي احمر ماشي. بعدين انت ممكن تشتريه من سوبر ماركت في عبوه، هيبقى افضل لك لو انت اتخميت فيه من عند العطار ماشي ان شاء الله. بس كده، ادي كده كل الكميه خلصت معانا. امل اهلا وسهلا. ازيك يا شيف نغلاء؟ ازي حضرتك، عامله ايه؟ ايه الجمال والعسل ده؟ ربنا يخليكي، ده من ذوقك الله يكرمك. انت عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. انت صحتك عامله ايه؟ احسن الحمد لله. عامله معاكي؟ الحمد لله الحمد لله، الله يخليك الله يكرمك يا رب. انتوا اخباركم ايه؟ بيني وبينك اقول لك على حاجه، الرجاله كلها تزهق. ايه؟ الرجاله كلها ايه؟ الرجاله كلها تزهق. يزهقوا صح؟ انا بقول كده برضه. انا كل اللي حواليا رجاله هنا. اقول لك على حاجه، تعبني. قولي يا حبيبتي. الست من غير الراجل ما تنفعش، والراجل من غير الست ما ينفعش. يعني كم ماشي، انت بتراضيهم برضه؟ طب زي بعض زي بعض. جوزي قاعد بقى وكده بقى. عشان جوزك قاعد. طيب لا، ربنا يخليهولك يا بنتي ويهديكي ويهديهولك يا رب ان شاء الله. لا زي الفل زي الفل ان شاء الله. شكرا جدا يا عم، ربنا يكرمك. طيب انا هطلع في فاصل ادور خناق معاهم كلهم، ونرجع بعد الفاصل نكمل وصفاتنا. فاصل ونواصل. على قد ورجعنا من الفاصل، احنا بنوضب المطبخ لسه بس مخلصين معلش. احنا دلوقتي
هنعمل ايه؟ هنعمل اكله صيامي او اكله ارداحي ما فيهاش اي حاجه، بس لطيفه لطيفه جدا انك تعمليها وجبه متكامله، زي ما بتعملي مثلا حله مكرونه. لا، هنعمل وصفه حلوه كده شيك صيامي ارداحي، على قد الايد جدا وشكلها حلو. ازاي؟ هعمل صينيه رز بالبطاطس. انا عندي رز، عندي عصير طماطم، عندي شويه صلصه لو انا عايزه، بصل وبطاطس هحمره دلوقتي قدامكم. هعمله ازاي؟ انا عندي دلوقتي عندي بصل وطماطم وايه والبطاطس والرز، كل واحد طبعا الكميه اللي انتوا عايزينها هتحطوها، وملح وفلفل بس فقط لا غير، مفيش غير كده. نعملها ازاي؟ طيب انا الاول بس ايه، احط زيت على النار كده يسخن، كده ماشي، واخد هنا شويه زيت برضو مش كتير، هنا زيت كتير هنا مش كتير، يعني الاثنين مش هاخد فيهم كتير. انا كده كده انا ايه هحمر حبه صغير. طبعا لو هتحمري بانيه انا اقول لك ان انت حمري البطاطس الاول في نفس الزيت وشيليها، وبعدين حمري البانيه، لان البانيه من برضو بيوسخ الزيت ويخليه هترميه بعد كده، فخساره. هتحمري اي حاجه بطاطس او حاجه ليه، الاول حمري البطاطس او اي حاجه ثانيه، وبعد كده اللحوم تبقى في زيت، عشان كده زيت بيترمي، عشان كده ما بحطش كتير. ولو عايزه استعمل اي حاجه يبقى قبل ما استعمل اللحوم استعمله خلاص. او انت مثلا لو حمرتي بطاطس شيلي الزيت، ممكن تحمري فيه الحاجات دي، لان خلاص بيمره وبتترمي على طول. فانا هجيب بطاطس دلوقتي كده، بطاطس بقت جديده وحلوه دلوقتي قوي، هي لسه ما رخصتش، بس ان شاء الله دي ترخص على شهر 12 كده، شهر 12 واحد ولا 12 يعني كمان اليومين الجايين. هي بقى كبرت اهي، هي كانت الاول صغنونه قوي حتى كمان، حتى دي البايظه دي ماشي. ايه بتاع الرخمه دي؟ ماشي، هاخد مثلا حبايتين بطاطس على 3 كوبايات من الرز مثلا، دول هيعملوا لي، عايزه صينيه بايركس وسط كده، عايزه صينيه المونيا طبعا اي صينيه، انا عايزه عشان بايركس عشان اوريكي الايه الطبقات اللي في الصينيه، وسهله جدا ما فيهاش اي حاجه، يعني حاجه كده بسيطه بس شيك قوي، تفتح النفس على الاكل يعني. معانا سمر، اهلا وسهلا، كلمينا تاني يا سمر. بحلق لها. ماشي كده، هقطعها بقى ايه مكعبات صغيره، كنت سخنت هنا قوي، استنى بس عشان احط الايه البصل. بسم الله الرحمن الرحيم، هحط هنا بصل، الزيت اللي انا حطاه هنا خلاص هو زيت الرز، مش هستعمل زيت تاني، ده زيت الرز انا هستعمله، وعليه شويه ملح. بص بصل قد ايه، بكتر البصل بقى برضو، عشان زي ما قلت لكم احنا في الشتاء، احنا في الشتاء بنحب البصل بس في الشتاء بنكتر اكتر خلاص. وكمان اللي هياكل ارداحي او صيامي لازم يمد الغذاء بتاعه من الخضار ده. ادبل بس البصل شويه، هسيبه كده. اخد هنا بقى ايه البطاطسايه، ابدا ان انا اعمل ايه، اقطعها مكعبات صغيره عشان لما اخد بالمعلقه تطلع معايا ما اقعدش اتكسر في البطاطسايه. مكعبات. معانا ناديه، اهلا وسهلا، صباح العسل على احلى نوجه. يا صباح الفل عليكي، ازي حضرتك؟ حبيبه قلبي يا عم، الله يخليك، يا الله يكرمك يا رب. يا نوجه وحشاني ضحكتك الجميله، انت اللي وحشانا، فين بقالك زمان؟ معلش كنت تعبانه والله. ربنا يشفيكي ويعافيكي. لا كان في يومين كنت بتصل من الشغل وما كانش بيتجمع معايا خالص.
معلش اتفرجت على الاعاده لقيتك بتقولي في حاجه في التليفونات. يا فعلا الصبح اصلا ما صحيش من النوم كده وفقولي لسه. انا ما استغناش عنك ابدا. الله يخليك يا حبيبتي. كده لازم اكلمك. الله يكرمك. الله يكرمك يا حبيبتي. الحمد لله. الحمد لله. الدم العسل ده انا عايزه. الله يخليك يا رب. بيشغبك قولي لي بس وانا اجي له. لا كلهم والله كلهم بس الحمد لله بقدر عليهم اخلص وافضلهم. الله يكرمك يا رب. يا بختهم وهم شايفينك. الله يكرمك. الله يكرمك يا رب. اتمنى ابقى مكانهم والله. سامعين يا اولاد؟ سامعين بتقول ايه؟ امال ايه؟ طبعا. مش بحوق فيهم حاجه. انت حبيبتي الملايين. الله يخليك يا رب. ده انا عشانها على نوجة طبعا. الله يكرمك يا رب يا حبيبتي. تسلمي تسلمي. ما تجيش الشعريه بالكبده هنزعل. لا لا هتتعمل اتحطت في الجدول والله. حطت في الجدول لا تقلقي ان شاء الله. ان شاء الله على خير. حرمانه من حاجه ابدا. الله يكرمك يا حبيبتي ربنا يخليكي. كلهم بيسلموا عليك يا هم كلهم بيسلموا عليك. والاعداد والاموره اللي بترد علينا. الله يكرمك يا حبيبتي ربنا يخليكي. شكرا جدا ليكي كلهم بيحيوكي. شكرا ليكي مدام ناديه. بصوا كده البطاطس بقى مكعبات ازاي؟ مربعات صغنونه كده وعشان ما تتهريش هديها تحميره. معانا سمر. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. سمر ازي حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. ايه اخبارك؟ ربنا بحبك قوي والله. ربنا يخليكي. تسلمي يا حبيبتي تسلمي. قولي لي ليكي اي سؤال؟ مرة اكلم حد على التلفزيون. والله اهلا بيكي يا حبيبتي تسلمي نوراني. اهلا وسهلا. الله يكرمك يا حبيبتي. الله يكرمك. قولي لي عايزه بس اعرف حكايه الثوم والبصل البودره. مش موجود ليه؟ موجود كتير في كل حته ده حتى يعني بقى دلوقتي انا مش موجود معايا دلوقتي وعايزه اعمل لحضرتك. عايزه تعملي ده عادي. انت ممكن عادي تستعملي بس لا يعني عارفه لو هتستعملي توم وبصل عادي لازم تنفضيه كويس جدا منهم عشان ما يتحرقش وانت بتحمري. بس التوم يعني حاولي تجيبي التوم البصل البودر هو مش غالي خالص بس بيديكي طعم حلو قوي. ماشي ان شاء الله يعني. بس استعملي خلاص توم وبصل عادي بس نفضيه كويس لما تيجي تحمري عشان ما يتحرقش في الزيت. مهمزه التوابل اللي انا بديها لكم دي علشان ما تتحرقش في الزيت وتبقى شكل الحاجه مش حلو. بصوا ادي كده البصل بدبله حلو بشويه زيت وشويه ملح ونحط له كمان شويه فلفل اسود بيدي ريحه حلوه قوي معاها. فلفل اسود بنحط مع البصل بيدي ريحه حلوه بياخد تحبيصه كده حلوه. استنى شويه على عين القهوه دي. بصوا مملة ازاي. بس معلش يلا عشان انا عايزه اوريها لكم حتى وراها هنا مش هبان. تمام. عايزه بقى صينيه بايركس يا ولاد يا ولاد. لو مفيش صينيه بايركس ممكن ايه ناخد ايه؟ دي صغيره قوي عايزه اكبر من دي شويه. حمر بطاطس كده بصوا بقى كده الشكل ده يا دوبك دبل. لا مش البطاطس البصل. استنى عليكم لما تجولي هنا. بصوا المنظر ده كده بدأ ان هو ايه يعمل ايه يدبل كده ويخش على اللون المصفر شويه ولو انا مش عايزاه يبان خالص بدبله اكتر بصفره اكتر كمان. خلاص هحط عليه عصير الطماطم وهسيبه يغلي مع الايه مع البصله. يتسبك شويه لو انت حاسه ان انت عايزه تبقى اللون معاكي اغمى. بس انا حاسه كده كويس احط معلقه صلصه. مش عايز يعني عايزه احطي مش عايزه مش لازم. خلاص معانا عمر. اهلا وسهلا يا عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا عمر؟
الحمد لله. وحضرتك عامله ايه؟ الحمد لله. انت عامل ايه؟ الحمد لله. الحمد لله. ايه اخبارك في الدراسه؟ انت في سنه كام يا عمر؟ انا في سنه ثالثه اعدادي. اه ما شاء الله. ايه اخبار المذاكره معاك؟ كويس الحمد لله. جدع بقى عشان تجيب مجموعه تخش ثانويه عامه. ان شاء الله. ان شاء الله. ولا عايز تخش حاجه ثانيه؟ عايز تخش صناعه ولا سياحه وفنادق ولا الكلام ده؟ ولا عايز ايه؟ ثانويه عامه خلاص؟ طيب لسه فينا عقده الخواجه دي؟ مع ان احنا لما نخش صناعه او تجاره او هو في تجاره لسه مفيش تجاره، بس تخش مهنه من اعداديه دي حاجه برضو على فكره حلوه قوي. وده انا بتهيالي كمان ان الواحد بيتاهل للكليه اسرع ما تاهلها من الثانويه العامه، الثانويه العامه بقت صعبه وكلكعه كده. يلا خير. طب ليك اي سؤال يا عمر؟ اه بس عايزه اعرف طريقه التشيز كيك. تشيز كيك؟ اه. بتخش سياحه وفنادق يا عمر. حاضر. حاضر. عينيا. شكرا ليك يا عمر. بس كده بس ايه اخد تحميره شويه كده كويس هنا وهنا بسبك الطماطم حاجه هنا اطبق بايركس كده احط ايه الرز ني اهو واخد نص الايه اه يعني قول نص البايركس كده طبعا حسب ما انت عايزه يعني انت عايزه كميه اقل من دي عايزه اكتر من دي اللي يريحك خلاص هنا. أنا بغلي مش هسبك الطماطم أنا بس بغليها حلو وتاخد تسبيكة بسيطة يعني مش هسبكها قوي لا تسبيكة بسيطة مع إن العين دي هتطلع عين أنا عارفة بس أنا عايزة إيه أنا ممكن أخدها على العين الأكبر دي كده وكده كده سخن أنا هدخله هنا عشان بس تغلي معايا أكتر شوية يعني الكميات دي ترجع لك انت بقى تمام كده اكله صيامي اكله ارداحي اكله مش عايزه اعمل حاجه رخيصه وشكلها حلو كل ده معانا هند اهلا وسهلا ازيك يا نجلاء اهلا وسهلا ازي حضرتك عاملة ايه؟ بحبك موت ربنا يخليك يا رب تسلمي يا حبيبتي تسلمي انت عاملة ايه اخبارك ايه؟ الحمد لله أنا أول مرة أتكلم في التلفزيون ده أنت نورتيني أهلا بيكي يا رب يخليك الله يكرمك يا رب الله يخليكي قولي لي ليكي أي سؤال؟ يا رب يخليك بحبك ربنا يكرمك يا رب يا حبيبتي ميرسي لذوقك قوي والله طب شاركينا بأي حاجة قولي كده وصفة حلوة عايزة نعمل لك حاجة يعني قولي أي حاجة بأي حاجة لازم يعني؟ اه اه قولي لي طب قولي عندك وصفة كده لطيفة نعملها سهلة؟ حاجة من جدتك من مامتك حاجة كده قديمة ما اديتهاش فرصة ما اديتهاش فرصة كانت لسه هتقول ماشي كلمينا تاني يا هند معلش شكلك هتقول حاجة حلوة معانا أماندا أهلا وسهلا يا أماندا ألو أيوه ازيك الحمد لله صباح الخير على اجمل شيء صباح الفل عليك ازيك يا اماندا عامله ايه الحمد لله كويس الحمد لله ايه اخبارك انت في اسكندريه صح كده اه ايه اخبار الجو عندكم الجو بيشتي جامد قوي بيشتي عندكم برضو واحنا عندنا برضو كمان أوه. بس في محافظات تانية لا طب كويس بس لا حلو حلو الحمد لله بتروحوا المدرسه والشغل دلوقتي ولا بتقعدوا بقى لما يكون الجو وحش كده والله انا دلوقتي مش بشتغل وكده بس اكيد طبعا يعني الامور ماشيه متظبطه يعني اه انتوا واخدين على كده اه احنا على كده ايوه ربنا يحفظكم يا حبيبتي ربنا يحفظكم انا بصبح على كل الاعداد اللي عند حضرتك اللي بيشكوا فيكي الله يكرمك يا رب الله يخليكي زي بعض يلا طبع عليكم الله يكرمك يا حبيبتي ربنا يخليكي لا هم طيبين هم طيبين بس هم يحبوا يجروا شكلي شويه الحمد لله هم عشان بيحبوكي زينا بالظبط الله يكرمك يا رب الله يخليكي يا حبيبتي انت اخبارك ايه؟ الحمد لله كويس الحمد لله يا حبيبتي الحمد لله طب ليك اي سؤال؟ حضرتك على حاجه اه اتفضلي عايزين نعرف موضوع تجفيف الفاكهه تجفيف الفاكهة عايزة تجففي أنهي فاكهة؟ مشمش تين جراسيا كده يعني اه بصي هو الحاجات دي بتاخد لو احنا هنعملها هي ليها مكان مخصوص للتجفيف
احنا لو هنعملها في الفرن بتاخد وقت كبير قوي، فيعني الواحد بيستصعب ان احنا نعملها. انت اللي دي لازم تخلي بالك وتوطي النار عليها جدا وتبقى هاديه وتاخد كتير جدا من 12 ساعه في الفرن عشان تكفي فيها. في مكان بقى مخصوص لو انت هاويه الموضوع ده تجيب في الموز والبرتقال وكل حاجه، في مكان بيبقى مخصوص كده عامل زي مكان البخار ده، مكان تجفيف هو كده مكتوب عليه كده، مكان تجفيف الفاكهه. هو مش عارف منتشر في مصر ولا لا، بس هو ده مخصوص لكده، هي في الاغلب في البلاد الاوروبيه، بس مش عارفه موجود هنا ولا لا. بس عشان انا اقول لك جففيها اقول لك لا اشتريها ارخص، عشان دي هتاخد منك وقت كبير قوي في الفرن وممكن ما تظبطش كمان. شكرا يا اماندا. ده انا كنت وعداكي بحاجه يا اماندا، انا عارفه معنى اسمك ايه وما عرفتوش لسه. ماشي نسيت، معلش هعرف لك معنى اسمك ايه واقوله لك. بصوا كده خلاص اهي قربت تتحمر، وادي الصلصه هتغلي كلها. حاضر هشيل البطاطس من هنا احطها هنا. طب بتعملي كميه البطاطس اللي انت عايزاها. على الصلصة تغلي غلوتين اهو كده، غلوتين بس. اظبط لها الملح بس عشان الرز لا تنزل ايه ده كله. واروح واخدها كده بصوا على وش الرز ده كده واروح موزعاها. هل بقى الصلصه دي هتكفي انها تسوي الرز؟ لا طبعا، فلازم هزود ايه؟ ميه، ميه عادي خالص. لسه لا الصوص ده مش هيملى قوي. نو مش هيعجن ان شاء الله، بس هعمل كده اهو عشان ايه الميه تنزل. ولو لقيتها هي لازم تغطيها بصوا فوق الرز بحبه كتير كده خلاص، ولازم اغطيها بورقة الومنيوم وادخلها بقى الفرن من تحت الاول، وبعدين اروح ايه شايله معاه الغطا بعد ما تستوي الرز تماما. بس انا كده اهو بصوا بدخل الرز كده ما اخليش اهو. لو لاحظتي ان هي ناشفه لا اديها ميه تاني مش اي مشكله، تمام كده. بس انا عايزه البطاطس تبقى على الوش، بوسع للايه للميه وللصوص ده ينزل في وسط الرز خلاص. فانا هجيب ورقه الومنيوم بس واغطيها وادخلها الفرن على طول، وهطلع في فاصل وهرجع بعد الفاصل نكمل وصفاتنا. فاصل ونواصل. على قد الايه لازم ارجع جري. ورجعنا من الفاصل، ودلوقتي هنعمل مع بعض مخبوزات بالسكر. مخبوزات كده ايه زي عيش وينفع تاكل حاف. ازاي؟ انا هعمل عجينه طريه احشيها بالسكر واحط على وشها السكر. انا عارفه يعني الوقت غير مناسب لان السكر مش موجود او السكر غالي، بس هنستعمل حاجه قليله قوي، يعني مش هنكمل كوبايه الا ربع من السكر ونكون عملنا الحاجه الحلوه دي. العيش ده عباره عن ايه بقى؟ 3 كوبايات من الدقيق. هحط له معلقه كبيره من السكر جوه العجين خلاص. هحط له بيضه، معلقه كبيره خميره، معلقه كبيره بيكنج باودر، فانيليا، سمنه. هحط بيضه للوش عليها الفانيليا، هحشيها بسكر وهحط لها على وشها السكر وهعجنها بشويه لبن، وممكن تعجنيها بلبن وميه تمام. ازاي؟ اقول لك. بسم الله الرحمن الرحيم. 3 كوبايات دقيق، بسم الله، معلقه كبيره سكر، معلقه كبيره خميره، معلقه كبيره بيكنج باودر، فانيليا، واقلبهم مع بعض.
حاضر. ماشي، قلب ده كله مع بعضه كده. لازم رشه الملح، يعني بتظهر الطعم قوي يا بستاوس، تظهر الطعم معانا. حد خاص عليها، هجيب السمنه بدل مشغله بايديا، يبقى لازم اسيح السمن. دي نص كوبايه سمنه، وهعجن بلبن او بميه او الاثنين مع بعض. معانا ميربت، اهلا وسهلا. احلى صباح لبنت الملاح. احلى صباح عليك، ازيك؟ عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، الحمد لله. انت عامله ايه؟ الحمد لله، شفنا جلاء، نحمد ربنا. الحمد لله زي حضرتك، زي اولادك. الحمد لله يا حبيبتي، ربنا يخليك. انت اخبارك ايه؟ الحمد لله. والله معلش انا ما كنتش بتكلم، كنت يعني واخده دور برد جامد قوي شويه. معلش. ربنا يشفيكي ويعافيكي. معلش، هو اليومين دول صعب قوي، بس الحمد لله يعني ربنا يعديها على خير. الحمد لله. كنت متابعاكي والله، حتى اليوم اللي قلت التليفونات المؤامره ومش مؤامره، انا كنت عماله افتكر بيكي بس ما حلفنيش الحظ. لا معلش، هو كان في مشكله في التليفونات بس الحمد لله. تحياتي لفريق العمل الجميل اللي عندي. الله يكرمك يا رب، يحيوك كلهم اهو، كلهم بيحيوك. هم ناس طيبه والله. الحمد لله. ناس طيبين وجمال، انا مش شايفاهم بس شايفاهم بقلب، والله ناس جميله جدا. لا ناس الحمد لله، ربنا يخليكي يا رب. تسلمي، متشكره جدا ليكي، ربنا يخليكي. ليك اي سؤال مدام ميربت؟ يا حبيبتي اتفضلي. عايزه بس اعرف منك طريقه العيش التربيانكو. العيش التربيانكو احنا عملناه قبل كده ولا لسه ما عملناهوش؟ هشوفهولك. حاضر. لا عيني. حاضر، شكرا مدام ميربت، صباح الفل عليكي. بصوا كده، انا سيحت نص كوبايه من السمنه وحط عليها شويه لبن، انا هعجن بيهم. حابه اكمل كل العجن باللبن، انا بس دفيته، خليته يبقى دافي، ما ينفعش يغلي. هنا في خميره، لو ده غلي وحطيت عليه الخميره تلاقي الخميره ماتت وفطست خالص، فلا لازم اخليها دافيه. طب هقول تاني، انا حاطه هنا ايه، 3 كوبايات من الدقيق، معلقه كبيره خميره، معلقه كبيره بيكنج باودر، رشه الملح، معلقه كبيره من السكر، واتنين باكو فانيليا. هبدا كده احط ايه، السمنه مع اللبن الدافيين. انا حفرت حفره في النص كده، وادي البيضه، واضرب ده كله كده مع بعضه. معانا نوره، اهلا وسهلا. صباح الفل والنور على حضرتك. يا صباح الفل عليك، يا عامله ايه؟ عامله ايه حضرتك؟ الحمد لله. الحمد لله يا حبيبتي. الحمد لله. طيبه. وانتي طيبه، ربنا يخليكي. حبيبه بنتي، كانت لسه مكلماكي في اول الحلقه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بيكوا، الله يخليكي. اهلا بيكوا. حنين عايزه اتكلم حضرتك عشان كانت زعلانه لما كلمتكي. لا داني. الو، ازيك يا حنين؟ عامله ايه؟ انت اللي عامله ايه؟ انت عندك كام سنه يا حنين؟ اللي عندي 4 سنين. 4 سنين. ما شاء الله ما شاء الله، كبرتي كبرتي وبقيتي عروسه. اهلا بيكي. بتسمعي كلام ماما ولا لا يا حنين؟ انا عايزه طريقه البيتزا. طريقه الايه؟ عايزه طريقه البيتزا. بيتزا، حاضر حاضر يا حنين. عينيا عينيا، اعمل لك بيتزا جميله جدا جدا ان شاء الله. شكرا ليكي يا حنين، شكرا يا حبيبتي. بصوا كده اهي العجينه اهي، مش محتاجه خلاص، هي اكتفت بحبه اللبن بس. ايه، ناخد خساره الحبه اللي ايه التصدر كده، هي اكتفت بحبه اللبن اللي حطهم دول، كان حوالي نص كوبايه فاكتفت بيهم يعني. معانا ميمي، اهلا وسهلا. الو، اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ ازيك يا مدام نجلاء؟ الحمد لله، ازيك؟ انت عامله ايه؟ صباح الفل على عيونك. يا صباح الفل عليكي، ربنا يخليكي. انت عامله ايه؟ انا بحبك قوي قوي يا مدام نجلاء. والله وانا بحبكم جدا، ربنا يكرمك يا رب يا حبيبتي. ممكن تعملي لنا معجنات صيامي يا مدام نجلاء؟ معجنات صيامي، حاضر. انا يا عارفه، لو عايز تعملي دي بدل ما تحطي سمنه حطي زيت، هي هي بالظبط، حطي نص كوبايه زيت. ماشي؟ ماشي، شكرا. انا بصبح عليك وعلى كل الكاست اللي معاك. ربنا يخليك، كل سنه وانتم طيبين، شكرا جدا ليكي. ماشي، هي هي، احنا ممكن نقلب يعني، ممكن على طول تغيري تحطي، انا حطيت كده، هي هي تحطيها المقادير، بدل نص كوبايه السمنه حطي نص كوبايه من الزيت. اوكي، ادي كده العجينه اهي، هسيبها بقى ايه تخمر.
ما احطش فيها البيضه، مش مهم على فكره. ادي كده الخمران. اشيل كده احط هنا. اهي بصوا كده ابدا بقى اعمل ايه. انا بس ممكن اوضب الدنيا كده حواليا معلش، علشان المنظر ده مش بيريحني. عشان خلاص انا كده خلصت العجينه، هقولها تاني. عملت ايه؟ 3 كوبايات من الدقيق، عليهم معلقه كبيره من الخميره، معلقه كبيره من السكر، معلقه كبيره بيكنج باودر، ورشه الملح. قلبتهم كلهم مع بعض، قلبتهم كلهم مع بعض. بعد كده رحت ايه واخده نص كوبايه سمنه، حطها على النار تسيح، ورحت بعد ما ساحت حطيت لها حوالي نص كوبايه من اللبن، شلتهم من على النار يعني دوك هي دافيه ما خليتهاش تغلي. رحت عامله حفره في الدقيق، حطيت فيها السمنه واللبن وكسرت فيهم البيضه. ما ينفعش يغلي اللبن خالص، لازم يكون دافي بس. بعد كده رحت عامله ايه عجناهم كلهم مع بعض وسبتها تخمر على جنب. مفيش حاجه تانية، اهي سهله خالص. اللي جاي بقى هو ده الحلو فيها، الجديد اللي فيها. بجيب قوالب الكب كيك، قوالب العاديه بتاعت مش مهم حد ادهنها، مش مشكله هيطلع منها حلو قوي. قوالب الكب كيك عاديه خالص اهي، من غير ورقه ولا غير دهن. بعمل ايه؟ بقطع ده كده كور كور، احاول تبقى قد بعضها. كده كورته، مش هكور قوي يعني، لا انا بس افرد كده اهي كده. اجيب معلقه صغيره، ما انا بقولك هي بسكر كتير بس يعني مش هتاخد منك نص كوبايه، كوبايه ربع من السكر. معانا نبيله، اهلا وسهلا. صباح الخير يا شيف. يا صباح الفل، ازيك؟ ازاي حضرتك؟ الحمد لله. ازيك انت عامله ايه؟ الله يخليك، انا كلمتك بس بكلمك تاني. يا اهلا بيكي، اهلا وسهلا، نورتيني. اقول لك طريقه نشيل الهدوم ونحافظ عليها من العته ومن اي حاجه. اتفضلي يلا. بتجيبي قشر البرتقال اللي هو اللي طالع الايام دي التخين ده، وتقشري القشر وتخليه لما ينشف على في اي مكان ضله كده ينشف خالص، حطيه في كيس بلاستيك واقفلي الكيس وخرمي الكيس بشوكه او بابره وحطيه في وسط الهدوم. والله السنه للسنه لا يجي لها عته ولا نمل ولا اي حاجه. دي طريقه مجربه يعني قديمه؟ انا بعملها بقالي سنين، بقالي ولا 20 سنه. طيب ولا زيت الطياره اللي فيها تخرج للهدوم ولا حاجه؟ لا ده اللي بينشف بصي بينشف بيبقى ناشف خالص القشر. انشفه خالص كده يعني. تحطيه جوه كيس نايلون وتخرمي خروم فيه. وبعدين عارفه تطلع الهدوم ريحتها، ريحه زيوت الطياره الحلوه اللي فيها دي تطلع فيها وما فيهاش اي حاجه. جميل جدا، جربيها وشوفي هتدعي لي. لا ما شاء الله عليك، متشكره جدا، شكرا ليكي. شكرا. ابص انا عملت ايه؟ هعمل تاني اهو كده اهي، بس حبيت اوريها لك اهي كده. نفتح دي كده اهي كده، هاخد معلقه صغيره من السكر كده اهي، معلقه صغيره من السكر كده، واقفل عليها كده. لما حلو قوي اغطي السكر كله كده كده ماشي اهي، كل الكميه بالطريقه دي. افتح كده، وبتاخدش عجن كتير ولا شغلانه خالص، سهله قوي يعني، هي حاجه حلوه سهله. حاضر اهي كده ماشي، هعمل كل الكميه بالطريقه دي، بس انا عايزه اوريها لكم قبل ما اطلع فاصل. اهي كده اهي، واقفل عليها كده، بلم عليها كده خلاص. باجي هنا بحطها في قوالب، الحته اللي انا لميت منها بنزلها لتحت كده في قوالب الكب كيك كده كده. ماشي. بجيب بقى بيضه مع فانيليا، بيضه مع فانيليا، واضربهم مع بعض اهي، بيضه كده اهي وفانيليا معاها عشان تبقى ريحتها حلوه. واروح ايه
بالراحة كده الوش بس كده، ما تجيبيش على حرف ال الصينية علشان ما تلزقش، انا مش دهناها. وشوية سكر على الوش. كده. واسيبها تخمر تاني قد نص ساعة. اسيبها قد نص ساعة تخمر تاني هنا، وبعدين نروح مدخلاها مسوية. بس كده. تمام؟ فأنا دلوقتي هطلع فاصل وهنرجع بعد الفاصل نكمل وصفاتنا. فاصل ونواصل. على قد ورجعنا من الفاصل، دلوقتي بقى نعمل الحلو بتاع النهارده. هنعمل عاشوره، العاشوره دي هعملها في الفرن. ازاي؟ طبعا القمح دلوقتي احنا في الشتاء بنحب قوي ناكل بليله، غير الصيف اكتر من الصيف، هي يعني كده كده مفيده وخفيفه، يعني صيف شتاء حلوه، بس احنا عشان بنحب ناكل بليله بتبقى دافيه كده في الشتاء. طبعا انا مش عايزاكم تبطلوا اكل بليله، بليله مفيده جدا جدا، واعمليها عندكم على طول في البيت، بتحطيها في الثلاجه تبداي تسحبي منها حبه وتحطي عليها لبن وسكر، ويفطروا الاولاد منها، بتبقى حلوه جدا مغذيه جدا جدا. فاحنا بنجيب قمح اسمه قمح بليله او القمح المبشور، وبتسلقيه. خلاص بتسلقيه ازاي؟ اهو انا عندي جبان مسلوق اهو، تمام، ده كده مسلوق مفشر اهو. طبعا انت بتسلقيه ازاي؟ انت بتجيبي القمح ده بتنقعيه، تنقعيه قد مثلا ساعتين ثلاثه، ليله مش مشكله، اي وقت. وبعدين هتروحي مصفياه من ميته، وبعدين تحطيه على النار مع ميه قد مرتين، يعني لو او اكتر كمان، مرتين ثلاث مرات، يعني مثلا هتحطي تلت الحله، حطي التلتين التانيين ميه او اكتر كمان، بتحطي حبه ميه كويسين. طيب بيبقى ليها ميه كده لونها حلو كده، لما اجي اشتريها من عند بتاع البليله بيبقى ليها الميه لونها ابيض وتقيله، ليها سمك. ممكن اعملها ازاي دي؟ ان انا احط شويه رز معاها، يعني لو انا هحط نص كيلو قمح، هحط اصل ده بيرمي نص كيلو، ده بيرمي حله كبيره، فانت اعملي ربع كفايه عشان النص ده ممكن يجمع كتير جدا، فاعملي ربع كيلو، هتحطي عليه قد نص كوبايه من الرز. نص كوباية الرز دي أو معلقتين حتى بس كده، حطيهم مع القمح وهو بيسلق، ده بيدي تقل للمية بتاعته. وبعدين تعملي ايه؟ لو انا مثلا هحط زي ما قلت لكم كده، نقعته شوية ساعتين مثلا وصفيته، وتحط له مية نظيفة تاني، وحط له الرز، وحطه على النار يغلي. أول ما يغلي، في مية كتير، يغلي سيبيه يغلي ربع ساعة، خلاص؟ سيبي الغطا عليه بقى واطفي، اطفي النار. سبتيه ربع ساعة يغلي ومعاه الرز وعليه ميه كتير، وغطي الحلة سيبيها ما تشيليش الغطا من عليها، واطفي عليها النار لمدة ساعتين. لمدة ايه؟ ساعتين. هتلاقيها فشرت وبرد الحلة كلها في الهدوء ده، أحسن ما تفضل تغلي تغلي مع نفسها، لأ كده بتبقى أحسن كتير وأسرع كمان. بعد ما تفشر وتملي الحلة لقيتي لسه فيها ميه، حطيها على النار تغلي تاني. لقيتيها شربت كل الميه، لا اديها ميه تاني وحطيها تغلي على النار لغايه ما هي كده كده هتلاقيها فشرت واستوت، بس لا سيبيها تغلي تاني قد ساعه كده. خلاص يبقى انا خدتها الاول ربع ساعه تغلي او نص ساعه، وطفيت عليها وسبتها في ميتها، لقيت الميه شربتها كلها، هزودها بالميه تاني واسيبها تغلي لمده ساعه على نار هاديه خالص. بقى عارفين زي ما بعمل فول مدمس كده، بتبقى حلوه قوي بقى. اما اسيبها اوطي عليها النار تغلي، واروح موطيه النار عليها واسيبها قد ساعه، ساعه ونص، تتهري بقى مع نفسها. خلاص كده؟ طيب انا عملت البليله وسلقتها وكل الكلام ده، شلت الحبه اللي عايز اشيلهم في الثلاجه، عايز اعمل منهم بقى حاجه حلوه كده ايه في الفرن. فانا هجيب قمح بالكميه دي، مثلا لو هنعمل 3 كوبايات من القمح بالشكل ده، بعد ما خلصت يعني خدت منهم 3 كوبايات، هاخد عليهم حوالي كيلو من اللبن، حوالي 3 معالق من النشا، نص كوبايه من السكر او كوبايه او كوبايه الا ربع حسب ما بتحب التحليه بتاعتها، وقرفه، ومعايا دريم كريم شانتي دريم، ده اللي هعملها وشها زي القشطه بالظبط، وممكن كمان اعملها على البارد كمان، يعني ممكن كده وممكن كده. فنمشي مع بعض واحده واحده. هاجي كده اجيب حله. بسم الله الرحمن الرحيم. سلقنا القمح وخدت مسلوق، ناخد حبه كتيره كده، ده شرب ميته على فكره كلها كده، ها ده كده شرب ميته. بس بقى ادي هديها لبن،
ويا سلام بقى لو لبن حليب بيبقى حلو قوي، لو بتجيب من عند اللبان مش العلب ولا اكياس، بيبقى دسم كده وفي قشطته كل حاجه، بيبقى حلو جدا. واحط معاها بقى السكر حسب ما انت عايزه التحليه شكلها ايه، بتحطيها الملائم ليكي. عايزاها مسكره حطي كوبايه، عايزاها لا وسط حطي نص، حطي كوبايه الا ربع كده. واقلبها فيها كده ماشي. اجيب بقى صينيه البايركس، النشا 3 معالق من النشا كبار. انا دي سميكه يعني، شوف انا حاطه قمح كتير وحاطه نشا كتير، دي سميكه مش رقيقه يعني، مش طريه زي المهلبيه. دول 3 معالق نشا كبار على حوالي 4 كوبايات لبن وحوالي 2-3 كوبايات من القمح. تمام، هنزلها عليها كده. بسم الله الرحمن الرحيم. وافضل اقلب بقى لغايه ما يغلي معايا، خلي بالي منه كده. هعمل بقى كريم شانتيه عشان احطه على وشه. وشه فين؟ في الفرن. احط معاها كمان شويه قرفه، ده لو بتحبيها، بس هي يعني بيها بتبقى حلوه قوي. رشه قرفه بسيطه كده، واخليها لغايه ما تغلي طبعا عشان اسوي النشا. تمام، هروح بقى اعمل ايه، اجيب كيس دريم او كيسين، كيس احطه على الوش على البارد وكيس احطه على الايه وهو سخن، يعني لسه هحطه ادخله الفرن معاه فيديني وش شكله حلو قوي، بيسيح بقى الكريمه زي ما شفتونا عملناها قبل كده، وتبقى عامله زي القشطه بالظبط. بس طبعا عايزه اقول لكم الحاجات دي في الحلو بس، ما ينفعش بس عايزه اعمل رز معمر واللي هو الحادق وراح جايبه كيس كريم عشان احطه على وشه، لا ما ينفعش. لو عايزه اعمل مسكر خلاص ده بيغنيني عن القشطه، انما في الرز المعمر الحادق لا ما ينفعش. في كريمه نوع تاني ممكن نحطها. هجيب هنا كوبايه من الميه او اللبن، احط عليها كيسين من كريم شانتيه دريم. اقلبها كده، اضربها، خلي بالي من اللبن بقى اوعي يفور مننا برضو، ان انا هقلبه لغايه ما يجمد وهصبه هنا في الصينيه واحط على وشه كريم شانتيه. ميرسي. شكرين والله مش عارفه اعمل من غيركم ايه. دايما حاطيني مش شكرين. نفرتيتي يا ابني نفرتيتي. ايه ده ايه ده ايه ده، ايه المعلومات الخاطئه اللي انت فيها دي؟ بس كده بقى اقلب عشان بس ايه، خايفه نحصل اللبن يفور ونبوظ الخطه. ده قرفه، قرفه طبعا القرفه مغذيه جدا، القرفه مفيده جدا اللي عندهم انيميا، يعني حاجه خطيره صراحة. القرفة دي يعني كنز 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 للبرد، كنز للأنيميا، كنز لكل حاجة صراحة. قرفة مفيدة جدا جدا، يعني الواحد ممكن يكتب كتاب بحاله عن القرفة، فوائد القرفة. بس خليها تغلي، هي بتقلب معايا اهي. هبقبق بق.
هدوس عليها بنزين. هي خلاص اهي هتبقبق بس وخلاص، ونضرب بس نكمل دي. معايا على طول اهي، ودي بتبقبق بتبقبق. اهي بص الكريمه خلاص اهي، ده بليله بليل. هي عاشور. استنى بقى كده، عايزه كده ايه ابدا. بسم الله الرحمن الرحيم، اصبها بقى هنا كده في طاجن صينيه بايركس او اي صينيه عندك. بص التقل بتاعها طبعا لسه تتقل تاني. كده واخد بقى الكريمه، مش مهم كيس ولا حاجة، كده كده هي هتسيح. معانا أم إياد، أهلا وسهلا. أهلا يا فندم، إزي حضرتك؟ زي حضرتك، عاملة إيه؟ إزي الله يخليك يا مدام نجلاء. الله يكرمك يا رب، الله يخليكي. أنت عاملة إيه، أخبارك إيه؟ الحمد لله، مبسوطة أوي وأنا بكلم حضرتك. ربنا يخليكي، أنا مبسوطة بيكي أكتر. إزيك أنت، أخبارك إيه؟ والله الحمد لله يا فندم، بقالي أكتر من ثلث ساعة على التليفون يا فندم. ياه معلش، إحنا آسفين جدا والله، معلش. بيقولوا مشغول وحياة ربنا ما حد كلمك من الفاصل وأنا قاعدة متابعة. معلش، بيدوني فرصة أتكلم بس، معلش إحنا آسفين جدا. لا لا أبدا، حضرتك مش تتأسفي، ده إحنا اللي آسفين. لا ربنا يخليكي يا رب، ربنا يكرمك. أنا كنت بكلم حضرتك والله. الله يكرمك، أنا اللي الشرف ليكي والله. أنت عاملة إيه، أخبارك إيه؟ أنا مبسوطة أوي أوي. الله يكرمك يا رب، الله يخليكي. والله الحمد لله. الحمد لله، ليك أي سؤال؟ والله أنا كفاية إني كلمت حضرتك. ربنا يخليكي، تسلمي. متشكرة جدا ليكي ولذوقك. أهو بصوا كده خلاص، بصوا بتسيح أهي، وبدخلها الفرن هتسيح أكتر، وتبدأ تديني وش أحمر حلو، وطبعًا دي تتاكل باردة. طبعًا زي ما أنتوا عايزين، بس هي المفروض إن هي بتتاكل ساقعة. طب أنا دلوقتي هدخلها الفرن، هطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل وصفتنا. فاصل نواصل. على قد الإيد. ورجعنا من الفاصل، بصوا بقى، آدي اللي باردة، التانية في الفرن، خلاص. انا بطلعها من الفرن بالشكل ده. الكريم شانتيه بيخليها لونها حلو ازاي، بس زي ما قلت لكم في الحلو بس، ما ينفعش في حادق اعمل كده. وادي العجينه اللي بالسكر فاتحه. والله والله بقى بصدق لك، ماشي. حاجه هنا بقى دي تتقطع بالسكينه خلاص، فلما تيجي تتقطع انا برضو عايزه ازودها واخليها شكلها حلو، فبقيت الكريم شانتيه دريم اللي انا عملته باللبن او بالميه هي هي، بروح حطها على الوش كزياده كشياكه يعني. طبعا حابه تعمليها طواجن صغيره ممكن جدا. انا بص بمكان ما بعلم كده ان انا ممكن اقطع، بروح حاطه ايه ورده، اجي اقطع عشان، وطبعا احط في الثلاجه. انا كده بعد ما طلعتها من الفرن حاطها في الثلاجه عشان الورده ما تسحش مني. الكريمه اطلعها من الثلاجه، احط الورده، وما احب احتفظ بيها برضو في الثلاجه. تمام كده، انا كيسين كريم شانتيه هيغرقوكي بكل ده يعني، الوش هيتحط واللي على الورده ماشي وكل الكلام ده. واروح حاطه لها بقى شويه قرفه كده زي ما انا ايه حاطه لها من جوه. حاجات بسيطه خالص كده شبه الثلج كده، شوف الجمال. معانا فاطمة، أهلا وسهلا. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك؟ ازي حضرتك يا استاذة نجلاء؟ الحمد لله، ازيك انت عاملة ايه؟ الحمد لله حبيبتي، حضرتك عاملة ايه؟ الحمد لله، الحمد لله، ربنا يخليكي. انت اخباركوا ايه؟ الله يخليكي حبيبة قلبي، الله يكرمك يا رب. الله يكرمك. كنت عايزة اسأل حضرتك سؤال يا استاذة نجلاء. طبعا اموري. الامر لله واحدة حبيبتي. من فضلك الايس كريم ممكن حضرتك تعمله لنا عملي على الشاشة؟ انا عملته كذا مرة بس حاضر، نعمله بالفاكهة بقى الموجودة في الموسم الجاي. حاضر، عينيا.
حضرتك التورته البركان اللي حضرتك اللي وعدتينا بيها برضه كان نفسي اشوفها على الطبيعه برضه. اني واحده؟ تورته البركان دي اللي هي بالشوكولاته. اللي هي المولتن كيك. ايوه حاضر. هي بس هي حلوه جدا، بس فيها حاجه صغيره قوي، لو طولت في الفرن شويه بتلاقيها ايه جمدت اتحولت لكيكه، لازم ليها دقايق معينه. ماشي، هي هتحير شويه معاكم يعني، مش من اول مره تطلع، لا يعني اول مره او تاني مره تالت مره مش مشكله، بس هي هتبقى كيكه طريه قوي لو هي زادت سنه. تاني حاجه انا مش بفضلها قوي يعني، يمكن مش عارفه، بالنسبه لي بحس ان هي فيها بيض ومش مكتمله السوى، لان هي ليها دقائق معينه، لو انت ما طلعتهاش منها بعد 11 او 12 دقيقه بالظبط من الفرن بتمسك نفسها وتتحول لكيك. طيب انا بالنسبه لي مش عارفه، طبعا دي اراء وكل واحد حر في ارائه، انا بالنسبه لي بحس ان هي كيكه ناقصه سوى، يعني بحس كده ان من بره مسكت وهي فيها بيض ني، فيعني مش دي مش خلاصه الشوكولاته، لا ده هي كده كده بالنسبه لي، عشان بس ناس كتير بتحبها قوي. طبعا هي حلوه وكل حاجه، بس وهعملها اوكي طبعا اللي بيحبها واللي يحب انه يعملها. بس انا هحاول اعمل لكم حاجه تانية يبقى فيها صوص الشوكولاته من جوه بعد ما تستوي، بتكمل السوا خلاص. طيب انا كده عملت ايه النهارده؟ معانا حميده، اهلا وسهلا. ازيك يا مدام نجلاء؟ ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله، اخبارك انت كويسه؟ الحمد لله، انتوا اخباركم ايه؟ بخير الحمد لله، كل حاجه بتعمليها جميله خالص. ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليك. انت عامله ايه؟ الحمد لله بخير. قولي لي ليكي اي سؤال؟ عايزه طريقه عمل الهمبرجر. حاضر، عينيا. حاجه تانية؟ شكرا. شكرا يا حميده، ربنا يخليك. طب الحق اقول الاول اللي عملته، ولو في وقت هقول لك البرجر. حاضر، عينيا. انا امبارح كنت عامله برجر عملاق. احنا عملنا النهارده البانيه، الفراخ البانيه، جبنا صدرين فراخ او نص كيلو من الفراخ البانيه من عند الراجل على طول، او قطعتيهم انت زي ما انت قطعتيهم رفيع قوي. جبنا لهم ايه؟ عملنا لهم خلطه. الخلطه دي عباره عن ايه؟ خلطه سهله جدا، وقلت لك ان انت ممكن تحتفظي بيها في بطرمان وقت ما تحبي تعملي البانيه. طبعا هو شايفين ان هو لونه غامق، انما لونه غامق من البهارات بتاعته. انا حاطه له معلقه هريسه شطه، كاري وكركم، بصل باودر، وتوم باودر، بابريكا، ملح وفلفل. قلبتهم كلهم معاه، بس مش لا بصل ولا حاجه ثانيه، هو كده بس، توم باودر وبصل باودر، هريسه شطه، ملح وفلفل، كاري وكركم. عملتهم خلطه كده مع هريسه الشطه، وغرقت بيهم الايه البانيه بتاعي. حلو قوي لما تسيبيه قد ساعه في الثلاجه متغطي، وبعد كده تبداي، او لو من امبارح يبقى احلى واحلى، تيجي بعد كده تروح حاطاه في الايه، حاطه على النص كده بيضه، وقلبها كلهم مع بعض. بعد كده نزلها في البقسماط وحمر في زيت مش غزير قوي، بس كده اهو. شوفوا، ولا القشره منطوره من عليه ولا اي حاجه، ما تكتريش الزيت اللي بتحمري فيه. عملنا بعد كده ايه؟ أكلة أرديحي أو أكلة صيامي أو أكلة غير مكلفة تماما، وهي صينية الرز بالبطاطس. بصوا شكلها حلو جدا، وكمان لو حابة تحمري الوش بتسيبيه تحت الشواية شوية. أنا شلت الغطا من عليها، نشفت حبة بس، لا أنا ممكن لو عايزاها تدي لون أحمر بسيبها تحت الشواية شوية خلاص. الرز أهو، بص الرز تحتيها قد إيه ما شاء الله، شكله حلو جدا ومستوي مظبوط. أنا شلت بس، أنا غطيته بورق الفويل. أنا عملته إزاي؟ جبت الرز حطيته في الصينية، رز ني خالص، هتحطها في صينيه ايه، واخد حوالي نص البايركس كده، يعني نصه كده خلاص. جيت بقى عملت بصلايه على النار، ورحت حاطه لها ايه، شوحتها كده مع معلقه من الزيت، ورحت حاطه عليها عصير الطماطم، وسبتها يغلي شويه، يغلي غلوتين ثلاثه كده بس. بعد كده حمرت بطاطس، شلتها مرص مكعبات، شلتها من الزيت، نزلتها في الصلصه وسبتها تغلي معاها غلوتين، ورحت حطاها على وش الايه، على وش الرز، ورحت ساقيه الرز ميه. الصلصه مش هتكفي، لا رحت ساقياها ميه قد كميه الرز اللي جوه خلاص. بعد كده بدات افتح بالمعلقه بالراحه، مش عايزه الرز، مش عايزه البطاطس تنزل تحت، انا عايزه لا بس الصلصه والميه هم اللي ينزلوا في الرز بس. فبالمعلقه كده بالراحه بقيت اوسع عشان الميه تنزل، رحت غطيها بورقه المونيوم ومدخلها الفرن من تحت. استوت، اشيل الغطا واسيب وشه ينشف شويه، حبه احمره يبقى هسيبه تحت الشوايه حبه. دي صينيه الأرديحي أو الصيامي اللي ممكن نعملها وناكلها على قد ايدينا جدا جدا، وريحتها جامده جدا. طيب عملنا ايه كمان؟ عملنا معجنات بالسكر. معجنات دي عجينه عاديه خالص، عباره عن 3 كوبايات دقيق، عليها نص كوبايه من السمنه، عليها معلقه سكر كبيره، معلقه خميره كبيره، معلقه بيكنج باودر، ورشه الملح،
وبيضه واتنين باكو فانيليا وعجنتها باللبن. عجنت كل المقادير دي، هقولها تاني. 3 كوبايات دقيق، نص كوبايه من السمنه حطيتها على النار ساحت، حطيت عليها حوالي نص كوبايه من اللبن وشلتها من على النار بعد ما ساحت. جبت الطبق حطيت فيه 3 كوبايات الدقيق، عليه معلقه كبيره من السكر، معلقه كبيره بيكنج باودر، رشه الملح، 2 باكو فانيليا، وقلبتهم مع بعض، ورحت حاطه عليهم ايه السمنه مع اللبن وكسره فيهم البيضه وقلبتهم عجنتهم كويس جدا مع بعض. سبتها تخمر، عملتها كور، فتحت كل كوره حشيتها بمعلقه من السكر وقفلتها وحطيتها في قوالب الكوكاش تطلع مدوره بالشكل ده، وتحطها مقلوبه في الكب كيك، دهنتها بالبيض ورشيت سكر وسبتها تخمر تاني قد نص ساعه. بص لسه سايباها اهو تخمر، بص بتطلع ازاي، قد نص ساعه كمان وبعدين ادخلها الفرن. عملنا بعد كده اه بص شكلها جميل ازاي، يعني حبه كمان صغيره ودخلها الفرن خلاص بتستريح وتبدا تاخد وضعها وتنفش معايا حلو. عملنا البليله او العاشوره اللي عملتها في الفرن، انا سلقت قمح وبعدين رحت حطاه في الحله، حطيت معاه اللبن، عملت 3 كوبايات من القمح المسلوق، حطيت معاه حوالي كيلو من اللبن، عليه 3 معالق كبار من النشا، كوبايه من السكر اقل او كوبايه الا ربع او نص كوبايه حسب ما تحبي السكر بتاعها، وبعدين قلبتهم مع بعض. وبعدين ممكن احط معاه ميه برد على فكره، انا حطيت فانيليا، حطيت قرفه، حطيت مع نص معلقه صغيره قرفه، رشه قرفه كده، خلاص تغلي كلهم مع بعض لغايه ما تقل. صبتها في الصينيه ورحت حاطه على وشها، جبت كريم شانتيه دريم ضربته، 2 باكو كريم شانتيه دريم عليه كوبايه من الميه او كوبايه من اللبن، واتضربوا حلو جدا، ورحت حاطه عليه كام معلقه على وشها بتسيح، ودخلتها الفرن بقى بعد كده جمدت وساحت على وشها، ادت الشكل الجميل جدا ده. دخلتها الثلاجه تبرد، وباقي كريم شانتيه اللي عندي حطيته في الكيس، ورحت عامله وردات حسب ما بقطع تبرد خالص بقى احطها في الثلاجه تاني، اقطعها مكعبات كده واطلعها في طبق بس كده. وكده خلصت حلقتنا النهارده. طبعا متشكره لكم جدا وكل اللي كلموني بشكرهم قوي قوي قوي، وبقول لهم يعني متشكره مش عارفه اقول لكم ايه، متشكره جدا لذوقكم، ويا رب الحلقه النهارده تكون عجبكم وتجربوها ان شاء الله، اشوفكم على خير، الى اللقاء.